ألف مبروك للنصر، هارد لك للعين، مبروك لك كفاح. الله يبارك في حياتك. مباراة جميلة للنصر رغم المعاناة، رغم إلغاء هدفين. هم يعني هم واحد منهم في كثير من الشك، خصوصا الأولاني هذا فاول قبل الجول، يعني ما تدري بصراحة. ولكن النصر يعني اليوم تفوق على نفسه، حمد الله عادل المباراة، مرابط عادل التسجيل، النجعي سجل هدف جميل، يعني أضاعوا 6-7 أهداف ولكن سجلوا 3. اليوم النصر هو هذا النصر اللي كنا نتمناه من بداية السنة، لأنه السنة كان يمشي السطر وعد السطر صراحة. طيب نيح كابتن، مبروك لفريق النصر صراحة، وهاردك للعين. المباراة يمكن نتيجتها تقول تكون سهلة تشوف النتيجة، لكن لا، المباراة كانت صعبة جدا. فريق العين فريق صراحة محترم، يعني أنا مستغرب وجوده في مؤخرة مؤخرة الترتيب على الأداء وعلى الأجانب اللي عند المميزين، لكن النصر يعني بشكل عام. بس أنت ملاحظ أنه الأجانب المميزين موجودين بكل الأندية، 7 موجودين بكل فريق. إيه موجودين في كل الفتح مثلا، مش شوف أجانب الباطن. لا لا الأجانب صراحة مميزين كل، عشان كذا. هل عاد النصر لمستوى؟ عنده أفضل بعد من اللي قدمه. أفضل. عنده أفضل من اللي قدمه، وأعتقد أن هاي بطولته. شكلها البطولة هاي، يعني اتفقت الكبار وكذا، وفضل هو الوحيد اللي صامد. أعتقد أن هاي بطولته. وثاني شيء أعتقد النصر يعني اللي عمله كله هذا حق قدام، النصر راح تشوفه بعد سنة سنتين راح يكون هو الوحيد. طيب.